هتروح اصلها جملي، بس انا متاكد انها هتموت النهارده. اه عشان كده عمال اضرب له جرس من الصبح. اه عايز تقول له على السر اياه. يلا بينا نسمع. يلا. سمو الامير دولة طلاس خان مفندي. سمو الامير دولة طلاس خان مفندي. دفلة حانيم اضرب جرازات لازم فانت حمار لبي نداءات. ما هو لغيب إليه. فلت حمار. أفندي مسؤول الأمير. أنا عاوز أنت بس يستنى هنا مع حضرتنا. حاضر يا سمو الأمير. يلا. تفضل. يلا يا سيدي. اعملوا معروف. يا فرجة. تعال هنا. تعال يا سيدي. يلا. 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 قرب حمار. حاضر. اقعد حمار. اسمع عاشور. نعم يا فندم. انا مبسوط كتير من بلد زيك. ده شرف كبير لنا يا فندم. حضرتنا بيحب حضرتكم كتير. ده من سعدي وحسن حظي. كلب. اخس. من شان عاشور بلد كلب عنده وفاء واخلاص من شان حضرتنا. ايوه قولي كده امال. يبقى كلبه 60 كلب يا فندم. هنقول لك سر. سر؟ سر من شان تقوله فقط لابنة حضرتنا ألفة طلاس هانيم افندي. الله، هو مش سموك قلت انها هجرت على اوروبا من 15 سنة؟ ألفة هانيم حرم وجيه اسمه بيكس الاحدار موجود في ايطاليا. اه حاضر، نبقى نبعت له. ولد عاشور. نعم. افشي سر. اقطع رقبات. اضرب رصاصات. هتقول ايه؟ ده هي كانت بتوزعنا عشان كده. طبعا عايز تقول له على مطرح كنز قبل ما تموت. انا سمعت انها مجوهرات كتير قوي مخبياهم من ايام ما صدروا اموال العيلة المالكة. حضرتنا حضر في دنيا دي من 94 سنة فقط. شباب يا استهانم شباب ما شاء الله. واليوم حضرتنا يفارق دنيا دي. لا اعملي معروف امسكي نفسك شوية. لا سمو الأميرة. محروس الولية المرة دي ماتت خلاص. بس تعملوا معروف بس تسيبونيش معانا. حمار رايح فين؟ رايح رايح المحكمة علشان قضية زراعة كانت خرسيس. فلاح دي وفلاح دي اخرج برا حالا. لا 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 انا في عرض النبي مش هيخرجوا من هنا. حمار بس استنى هنا. بقى شوف اما اقول لك، اذا كنت عايزه حمار دي يستنى هنا لازم فلاح دي وفلاح دي يستنى هنا. حمار. لا ما هو انا ما عنديش حمير يستنى من غير فلاحين. بلد عاشور حضرته لا بيموت. جالي كلامي؟ يبقى دول مش ملقونين من هنا. هو احنا غرب يا دولة هانم. قول لألفة خانين. سر عظيم موجود. في قصر. قصر. قصر فيهم. قصر وعليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفوا؟ وتعرفوا انت؟ ولا انا اعرفه؟ ريح حياتك. شد حيلك. على البركة فيك. الله يبارك فيك يا سيدي. تعالي يا شور.
موجود في قصر الولي. ها هجرة نوم ابنة مهد من شان حفيد. ايه دنيا دنيا من دول القلب عندي يا عمار. انا حجلني انا لله وانت الي راجعون. اظن المره دي اكيد يظهر كده 100%. الله هما راحوا فين؟ الله سابوني ليه؟ سابوني ليه ولا بتاعك؟ يا نهار اسود دلوقتي بقينا لوحدينا. سافا سافا. انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ دلوقتي حضرتنا يقول لك سر خطير. سر ايه؟ امال قصر الوالي واوضه نوم حفيد ده كان ايه؟ سر مزيف من شان اخلص من لصوص طماعين. طب ايه هو بقى السر الحقيقي؟ افتح اذان افهم كلام. حاضر. جواهر حضرتنا موجود في كرسي اوبيسون مرسوم عليه وردة في صالون لاس باشا. انت عم عدو جواهر يا عم عدو. ازيك دلوقتي يا عم عبد؟ تعبان والله يا سي محروس مش قادر افرد طولي. معلش هانت يا عم عبد. تقوم حط ايدنا على الكيس هجيب لك الكرسي القماش اللي بتحلم بيه. واجاب سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا اخويا المهاويش دول؟ فهمت كلام اشور؟ وحفظته صم والله ومستعد اسمعه كلمه كلمه. بس اعملي معروف سيبي ودني. لا خدي كمان في اذناك. حاضر. المثل فلاح يقول ايد واحد مش ممكن يسقف. مفهوم مفهوم. الايد لوحدها ما تسقفش. مظبوط حمار. ايد واحد ما يسقفش. قديمة. قوم. دولة هانم دولة هانم دولة هانم دولة هانم ما لا تكون عملتها. يا نهار اسود دولة هانم. يا خسارة دولة خانم لاز افندي راح فشو. مش هي دي بوابة القصر؟ ايوه يا معلم ساعتين هي. مش حسنين ده هو شباشيرج دولة هانم. طب ايه اللي جابه هنا؟ لازم يعرف مطرح الكنز وعاوز يسبقنا. دي تبقى مصيبة. نقول لها مين حضرتك؟ انا صحفي. قصدك جورنالجي. بقول لك صحفي يا اخي. ممنوع يا استاذ. انت حضر. الله ده فصح بوت سواق دولة هانم. امال ازاي قلت لي ان ما كانش في غيرك يا مغفل؟ وحضرتك صحفي انت كمان؟ لا جورنالجي. اهو كده اتفضل. تشكر يا حاج. يلا قبل ما يسبقونا. السلام عليكم يا حاج. مين فيكم بقى الصحفي ومين الجورنالجي؟ لا ده انا في الاذاعه وانا في التلفزيون. اتفضلوا. تشكر. والله ما فاهم حاجه. حاجه تحير. لكن مش غريبه ان الاذاعه والصحافه والتلفزيون يهتموا بينا فجاه كده؟ القصر له تاريخ يهم القراء. وعيلة لاز كانت أغنى فرع في العيلة المالكة. أيوة عندهم كنز. قصده يعني فخامة المبنى والأرض والأساس لا أنا قصدي الجواهر اللي سابوها. تليهم 50,000 جنيه يابا. عيل ما تاخديش بالك منه. إلا مؤاخذة عن إذنك أنا هعمل جولة قصيرة كده في القصر. وأنا كمان. يا أوضة النوم في أنهي ناحية؟ المهم سرير العيل فين؟ أنت يظهر فهمته غلط. القصر ده كانت عيلة لاز مخصصاه فقط لإدارة شؤون الدايرة، لكن عمره ما كان في أوض نوم. إزاي الكلام ده؟
مش ممكن. ده بيقولوا ان قوة ضم الاميرة ألفت موجودة هنا. مش صحيح. خلونا دلوقتي في المهم. القراء والمستمعين والمشاهدين ما يهمهمش القصر كان ايه. اللي يهمهم القصر بقى ايه دلوقتي. بقى دار حضانة لابناء الشعب. وانا دلوقتي هجيب لكم بيانات مكتوبة عن نشاطنا في خلال السنوات الماضية اللي انا كنت مديرة فيها. انا اول ما استلمت القصر ده ما كانش فيه حاجة من اللي انتوا شايفينها دي ابدا. كان مهمل مهجور خرابة. ابتديت اعد المكان انا وزميلاتي هنا، وده كان بتوجيهي انا طبعا. الله، هم راحوا فين؟ يا صحافة، يا إذاعة، يا تلفزيون. كله منك انت حسنين. انا عايز كلهم كل لوحدك. وماله يا اخي؟ ماله؟ اه ما استاهلش مكافأة صغيرة بعد خدمة 23 سنة عند العيلة دي. كنز ب 50,000 جنيه، سميه مكافأة صغيرة. اه اه، امال قول ايه يا بشار عندهم سواق بقالي 30 سنة النهاردة. ومحدش فيكم كان عارف ان السراية دي ما فيهاش اوض نوم خالص؟ مش عيب على طولك انت وهو؟ الله، تحطم بقى ولا ايه؟ اسمع انت وهو، اذا كنتوا عايزين الكنز ده يبقى لازم نشتغل مع بعض ونحلف ان مفيش حد فينا يشتغل لوحده. اهو كده الكلام. انا موافق. وانا موافق. وانا موافق. اخلص انت. المهم دلوقتي نعترف عاشور الكلب ده قبل ما يطير بالخبطه لوحده. ودلوقتي هنخش القصر بصفتنا ايه؟ حاجه ما تخطرش على بالهم ابدا. صحيح والنبي. حاجه هتخليهم يفتحوا لنا الابواب كلها. ايه هي؟ دلوقتي تشوف. ولد بنجور اكسلانس. انتوا مين قابله؟ احنا صحافه. صحافه؟ طب لابس كده ليه؟ اصل احنا متخفيين. متخفيين؟ اهلا وسهلا، ده احنا مستنيينكم من بدري. اتفضلوا اتفضلوا. مش قلت لك؟ الحمد لله ربك مسهلها من الاول. عيب، ده محروس اللي بيشتغل. انا قلبي كان حاسس برضو ان في مفاجاه حلوه مستنيانا. الله 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 الله. ايه؟ عصابه نصوص حراميه. هو فين؟ جري وراي. الكنز فين؟ وانا جريت واشرح لها واشرح له عن حالات اول حالاتي. اها اها انت بتستعبط. دولة تاني ما ندري الكنز فين. لا انت ما انت لازم تتكلم علشان ما حدش يزيك. ايوه عشان ما حدش يزيك. لا ده سر مش هقوله لحد ابدا. حاضر هقول لك الكنز كان في اهلي. روح العالي للالا. الواحد لما يجيله ضيوف يرحب بيهم، يشوفهم ياكلوا ايه يشربوا ايه. تشرب ايه يا كوتكوت؟ من دمه. وانت يا عبود تاكل ايه؟ حته من اللغلوق. انا 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 عارفك، شفتك قبل كده. وانت كمان. هو انتم؟ الحمد لله، يعني مفيش حد غريب. وعلشان كده احنا هنوفر عليك الطلبات دي كلها. لو النبي لازم تشربوا قهوة. احنا مش عايزين نتعبك. لا يا فندم، لا سمح الله، هو التعب هيجي منين؟ احنا لينا طلب صغير قوي عندك يا فندم. اطلب، انا تحت امركم. اطلب اللي انت عايز. اطلب النبي. المرحومة سايبالنا رسالة عندك واحنا بقى عايزين. لا ده بعيد عن شنبك. اصل النبي المرحومه محلفاني اني ما اقولش السر ده الا لبنتها. ما تنفعش. اسكت يا جدع. انت وهو ووعد المرحومه ووعد الحره دين عليه. الله يبل ريقك بحق جاه النبي واهل بيت. والحمد لله اهو جزء الفه تاني معانا هنا. عصب ايه؟ وفين؟ ايوه انا الوجيه. اسمك بس الاحضار. الباقي يا معايا ده جدعت البيت. حياتك الباقي. امال ما شفتكش ساعة الدفنة ليه؟ ما هو اصل مش عايز المرحومة تشوفه، اصل في بينهم شوية زعل. اه انا بعت لكم تلغراف النهاردة الصبح على ايطاليا. ايوه وصل وصل. بس انت تاخد عصمت بيه على جنب وتقول له على كل حاجة المرحومة قالت لك عليها قبل ما تموت. لا ابدا. ليه؟ ما انا جوزها وانا الشمشرجي بتاعها. لا ولو
السر ده ما قولوش الا الالفة هانم وبس. لا ده باين عليه دماغه ناشفه خالص. لا الراجل معاه حق. خلاص نخليه يقابل الفة هانم بنفسه. هي الفة هانم جت معاك؟ هي هتوصل بكره بالطياره وهتستناك في السرايا بتاعتها. هي السرايا بتاعتكم فين؟ في الصبح هندي لك العنوان بتاعها. انا كل ما بسالك انت الراجل ده بيرد ليه؟ ايه؟ ها؟ اصله هو عارف كل حاجة احسن مني. ألفة طلاص خالي بفندي معاك. سمو الأميرة. انت شطحية نسيتها. فكرني بيها. مشاهدين الكعب عادي وصباعي كلو انك هتفضحينه. اتلم طوعني هزينة هزينة. الباقيه من حياتي كسموه الاميره ادي على الدنيا. الست والده سموه كانت ست طيبه قوي الله يرحمها. هتبشر عليها ليه الدلعاد ان شاء الله امك انت. نعم صدمه صدمه. ألفة هانم عايزاك تحكي لها عن الست والدتها في أيامها الأخيرة. أنت عارف طبعا إنها ما شافتهاش من 15 سنة. صدمة صدمة. ربنا يستر طول بالك ربنا يستر. ما تخافيش ما تخافيش. مش عايز أسمع أنا صوت. الفيلا قدامكم خدوا اللي أنتوا عاوزينه بس ما تموتوناش. وبعد بقى أنت لسه فاهم برضو إننا حرامية؟ يا هانا اخرس أنت. طيب احنا بس استلفنا الفيلا لمدة نص ساعة لغرض اجتماعي وشرفك. ايه ما عندكش روح اجتماعية؟ اخرس انت. طيب راقب الطريق. حاضر. انا اسف يا سموي الاميرة اذا كنت قلبت على سموك مواجع سموك. المهم هي قالت لك ايه قبل ما تموت على طول؟ لا والله اصل عايز اقول يعني سموي الاميرة وانا لازم يعني في ال انت مصمم برضه. ايوه يا فندم. اصله كلام سر يا سمو الاميره وموصياه ان يقولوا لسموك بس. اتفضل قهوتك. ميك ميه يا ولد. نطق ولا لسه؟ لسه. صحة. اسيبكم انا بقى شوية عشان اكلمه على انفراد. الله يا بدر. الحمد لله يا سمو الاميرة ان ربنا قدرني اخيرا على اني اؤدي الامانة اللي في رقبتي عشان ضميري يرتاح. ما تصوريش يا سمو الاميرة اللي حصل لي امبارح بعد ما بعت لك التليغراف حسيت اني ما تقول بقى وتخلصنا. حاضر. امك البرنسيسة دولة هانم لاص كلفتني ابلغ سموك سر معين. انا بصراحة مش فاهم معناه ايه لكن مع الرسول الا البلاغ. انت باخي لك تايا. كلفتني اقول لك سر العيلة موجود في الله الجنينة دي حلوة قوي. انا هخش اخلص عليه. هي قالت لك سر عيلة لاز موجود فين؟ قالت لي سر عيلة لاز موجود في هي فيلا زي دي ايجارها كان مفروشة. اذا كانت اللوكاندا الجربانة بتاعتنا الاوضة فيها باتنين جنيه امال فيلا عظيمة زي دي تبقى بكام؟ تعالى بس اما اقول لك. حاضر يا سمو الامير. افندم يا سمو الامير. عاشور. نعم. تعرف انك شوقتني قوي اني اعرف السر اللي قالته لك امي. قول بقى اخصى عليك. امك
دولة تاني بتسلم عليكي وبتقولك هتلاقي السر ده في سرايا الياسمين اللي في الزمالك في صالون الأوبيسون و... سمو الأميرة راح فين؟ استناني هنا ده بيتك أنا راجعة لك حالا. سمو الأميرة دول مترو دول لازم يعرفوا السر وراهم. استنى ما تطلعش وراهم لحسن يموتونا. نتصل ببوليس النجا الأول. دي الفيلا اللي انا شفت داخل فيها من شويه. جدع يا واد اللي جيت قلت لي على طول. امال كان فاهم انه حيقدر يزغ مني انما على مين؟ ده انا محروس والاجر على الله. انما هنخش ازاي المره دي؟ هتقول لصحفيين تاني وده معقول؟ اه ما دام احنا في منطقه الاهرامات فاحنا سياح بس تايهين. عشان كده بقى بلبسنا خواجاتي. ايوه بس المهم تسيب كل الكلام عليا انا علشان انا خواجه وبتكلم انجليزي لبلب. كلمت بيوس النجم. ايوه ايوه جاي حالك. على مهدك على مهدك انا تحت. يا باش طباخ ممكن اشرب شاي؟ واحد منهم اهو كشري حياه ابو. ايه ده جرى؟ انتوا زعلانين ليه؟ بلاش شاي. انت ايه اللي جابك هنا؟ سموه الاميره. اميره؟ ولفت لاص خالد افندي. ها البوليس جه اوعى تسيبه. نعم نعم الله عليك. والله احنا هنا بنعمل واحد زيارة علشان البيراميدز والابو بتاع الهول. ايوه علشان احنا بقى سياح يس جبت بشيش. اتفضل يزيد فضلك يا الدلادي. اشكر لك مرة هاي اشكر لك مرة هلا 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 هوا هوا هاي ما يشكال مانا شابل عشان انا يما من فضلك افندم الصالون اللي فيه طقم الأوبيسون الاقيه فين؟ طقم الأوبيسون؟ ايوه السراية دي فيها 22 صالون أوبيسون. 22؟ بالظبط عايزين انه فيهم. هذا اللي بناخده منك. انتوا مين اللي قالكوا تيجوا ورايا اصل اميره؟ برضه هيقول لي اميره بقى معقول يبقى عندها السراية دي كلها وما كانت تبقى قاعده عندنا في اللوكات ده؟ مزاجها كده وانتوا مالكوا؟ بنحبك يا عسول يا اخويا وخايفين عليك. معقول نسيبك ياكلوك الوحوش دول؟ ما تفكرونيش ده انا لو شفتها بعد كده بشرفي الا بالعصايه عدل. بقى سمو الاميره سمو الاميره بشحمها ولحمها ده شرف كبير قوي. انت زعلان من حضرتنا عاشور؟ لا ودي حاجه تزعل بس سموك ما عرفتيش اللي حصل لي بعد كده. نفس اللي حصل لحضرتنا. ايه؟ عصابه عاشور عصابه. يا خبر اسود ده انا كنت فاكرك تعرفي الناس دول. حضرتنا اعرف مجرمين؟ العفو يا سمو الاميره العفو. طب ما قلتيش ليه وانا كنت؟ المهم عاشور اي ايه؟ مالك يا سمو الاميره؟ الكلو تعبني. نعم؟ مفيش عاشور مفيش. قول لي عاشور. نعم. ماما لما قالت لك على سراية الياسمين اللي انت ما تدينيش فرصه اكمل لك روح تجاريه. معلش يا عاشور قول بقى. السر موجود في سراية الياسمين في صالون ابو سوم اللي فيه صوره لاص باشا. راح فين؟ ايه اللي حصل؟ حته قلم ضربتك انما ايدها مربربه وطعمه. لازم قلت لها حاجه زعلتها ليه؟ ابدا والله ده انا قلت لها ان السر موجود في سرايا الياسمين في الصالون الاوبيسو اللي فيه صوره لاص باشا. ولسه هقول لها انه موجود في كرسي مرسوم عليه ورده راحت واخداني قلم. الله الله انتوا رايحين فين؟ اما والله العظيم الناس دي هتجنني. الكنز هيتفرق علينا كلنا. مركب مركب. يا سلام تجنن والله. قطعا فنان اللي رسمها. طبعا طبعا طبعا, طبعا, طبعا. الله انتوا هتشيلوا حاجه تاني؟ الطعم كله ان شاء الله. ليه؟ هيتباع في المزاد دلوقتي. مش عايزين مساعده؟ تشكر. خلي عنه تعال نشيل معاهم. هوب 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 هوب. متشكرين. تعالوا يا رجاله. حاضر حاضر.
من فضلك يا فندم. الصالون اللي فيه طقم الاوبيسون نلاقيه فين؟ طقم الاوبيسون؟ ايوه الصرايدي فيها 22 صالون اوبيسون. 22 بالظبط. عاوزين انهو فيهم؟ عايزين ال هو يعني في ال انهين اللي في الاوضه اللي فيها صوره لاس باشا. ايوه فيها كرسي مرسوم عليه ورده. اه لسه العربيه شالها حالا. ليه؟ عشان هتباع في المزاد. وفين صاله المزاد دي؟ والله ما اعرفش، سواء اللور اللي بره هو اللي يعرف. بره ده احنا لسه كل شايلين ايدينا. لقيتوا حاجه؟ لسه قضيه. زق شويه. نعم الواد ده مش عارف زي ما احنا فاهمين. عاوز يضحك علينا عشان ناخد الكنز لوحده. عشان اسمعي هنا بقى، المره دي لازم يقول لك على كل حاجه تاني. يا اما هنخلص عليه. طقم اوبسون، طقم اوبسون للمخلفات اسره لاس باشا. نفتح المزاد ب 150 تمن اساسي. 170 170 هنا. مين قال 180؟ 180 ده اصله قديم قوي. عجبني. مين قال 190؟ 190 ده مخلع ولا يستاهل. عجبني. على هنا، على دول، على تري. مبروك يا استاذ، اتفضل ادفع هنا. اوعى. اتفضل. ايه دول يا استاذ؟ نعم ايه دول؟ ايه دول يعني ايه؟ ال 190 قرش هتحمرق هبزص لك عليك يا استاذ. 190 جنيه؟ جنيه؟ انت بتتكلم جد؟ ودي فيها هزار يا حضرة. انت فاكر نفسك فين؟ في سوق الكانتو؟ لا لا مؤاخذة. الظاهر يا حضرات هنضطر نفتح المزاد تاني. 150 جنيه طقم اوبسون من مخلفات عيلة لاز. هنبيعهم كرسي كرسي. لا لا لا، الكرسي تمن اساسي 15 جنيه. 17 جنيه. لا لا لا، 18 جنيه. 18 جنيه. الله، 20 جنيه. الله، 20؟ مين قال 21؟ مفيش. على هنا، على دوي، على تري. مبروك يا استاذ، اتفضل ادفع هنا. الاسم يا سيد والعنوان. دكتور امين شاكر، مستشفى يسري جوهر بالمانيا. 15 جنيه على هنا، على دوي، على تري. مبروك يا استاذ، اتفضل ادفع هنا. الاسم يا سيد والعنوان. شوقي عزيز، وزاره الزراعه، اداره مكافحه الافات. اسمع، انا حاسبها كنت هشوف عربيه تشيل الكرسي، ما تاخرش عليا. حاضر، اتفضل يا سيد. دي سبع سنة مزاد نروح، مفيش غيرها بقى. شكرا يا اخ. السلام عليكم. استنوا هنا في الاجر. الحاجات بسيطة الواحد ما يتكلمش بيها. نعم. ايه؟ الاجر يا شوف. عيب عيب. طوعني هات الفلوس احسن علقك في العربية بدل الحسام. ما كل الناس عايزة فلوس فلوس. شوف بقى انت راجل محترم. اسمع عنك. طب مش انت هزع نفسك مع ناس زينا؟ برضه مش هتسيب. لا ده انت هتسيب بقى. لا مش هتسيب. لا هتسيب بقى. لا مش هتسيب. لا هتسيب. سيبه، خليه ماسك كده وبعدين هندم. فاضي يا اسطى. اركب. لا 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 لا، يلا يا اسطى. يلا يا اسطى. تعالين. طيب وهتروح مني فين؟ يصير حي يتلاف. اركب. يلا يا عم يلا. استنى. ايه؟ مش عاشور قال ان الكرسي ده مرسوم عليه ورده؟ اه. الكرسي في العربيه ده مرسوم عليه ورده. اه. يبقى هو. يبقى وراه. يلا. كرباك ورا يا اسطى. كرباك ورا. حنورة جرالك حاجة؟ كده برضه يا محروس، كله من الواد ابن الهرمة اللي كان من الشعبة. مش انت اللي قلت كرباك ورا يا اسطى؟ ما انا كان قصدي حلوة دوكا. اجت في الواد ده. معلش يا حنورة حقك عليا. الله الكرسي. حضور. انت فين يا اخينا؟ ده اللي قلت لك بسرعة. بس على الله الحق القطر. يلا يا اسطى. يلا يا عمد احنا وصلنا.
الله، احنا فين؟ احنا بقينا تهنا يا اسطى. ايوه نعم. فين الكرسي اللي كان معاك يا جدع انت؟ وصاحبه نزل فين؟ كرسي ايه وصاحبه ايه؟ ده صحيح، ده مش هو تاني. اهو وانتوا ايه اللي جابك؟ ايه؟ حورك جاي نديك فلوسك يا اخي. هو سيادتك حسابك كام بالظبط؟ 50 قرش. طيب اديله جنيه. واديله جنيه ليه؟ عشان هيروح معانا يورينا البيت اللي ودى فيه الكرسي. ولد اتفضلوا. لا والله ولا اتفضل. لا والله انت اتفضل. ايه يا مساهي، تعال هنا. رايح فين انت احول؟ كنت هركب بريمو. الله يا استاذ عدلي، الكشف اللي فيه اسماء المشاريع راح. شوقي عزيز، ادارة مكافحة الافات، وزارة الزراعة. اسمع، احنا نغريب الفلوس. انا مستعد ادفع له في الكرسي ده 50 جنيه. يا خبر اسود. ايه يا خبر اسود قليل؟ انت عايز تودينا في داهية؟ ليه؟ لانه هيشك في الموضوع يقوم يتبت في الكرسي بايديه واسنانه. مين؟ مساء الخير يا تيزا. ابو الشوق موجود يا طنط؟ مين اللي عايزه؟ احنا اصحابه يا ابله، محروس وحنورة. انت مش فاكرنا ولا ايه؟ ازاي تبقوا اصحابه وما تعرفوش انه سافر؟ سافر؟ ايوه. امتى؟ من نص ساعة بس. فين؟ شبين الكوم. ليه؟ مش شغله يا ابني، سافر عشان اللطعة بتاعت الدودة. ويسافر ليه؟ ما كانش ممكن يعني يجيبوا له اللطعة هنا؟ يا ابني دي فيها مكافأة وبدل سفر. طماع جشع. وهيجي امتى يا كتكوتة؟ لسه بدري، موسم بقى، وكل سنة وانتوا طيبين. اسمعي يا مدموزيل، هو كان سايب لي حاجة في اوضته وقال لي لما ابقى سافر. دي قطة على البلاطة يا ابني. يا نهار اسود ومنيل عليك وعليه. امال ايه؟ مش هنكون لعفشه معاه؟ والكرسي؟ كرسي ايه يا ابني؟ ما انا قلت لك خد كل حاجته معاه. حنورة محروس. يلا بينا. على فين؟ شبين الكوم. فتوح عجوة الفراش. صبحي 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 وولد صبحي. دكتور أميرة وأنا شاب أحلامي. أنا حلامي. روحي جميلة أجدادها. سمو الأميرة ألفة ناس خانم أفندي. وأنت كل ما تشوفني وش تخبطيني بالقلم. حمار. حمار؟ يا سلام، نفس ظرف ولطف المرحومة. أنت إزاي يا أفندي تتجرأ وتكذب على حضرتنا؟ أنا؟ معاش ولا كان اللي يكذب على حضراتكم، ما أنا لسه كنت هكمل رحت لقفاني بالقلم. طيب كمل، بس أنت عارف لو لعبت بديلك كده ولا كده؟ وده معقول برضه يا فندم، وده يصح. طبعا إذن سموك. لحظة، الواحد برضه لازم ياخد احتياطه، أصله كنز. كنز بخمسين ألف جنيه. يا لهوي، لو انت عرفت. طبعا ده حقك الشرعي ومحدش يقدر يهوب ناحيته. اتكلم. حاضر هتكلم. الجواهر موجودة في كرسي اوبيسون في الصالون. ايه الطقم اللي كان هناك؟ ايوة، لكن انا شفتهم هما بيشيلوه وباعوه. ايه راح فين؟ سيبني يا مجنون. مش حسيبك، لازم اقولك المرة دي. الكراسي كلها اتباعت في مزارع. الكراسي كلها اتباعت في مزاد علني، وكل كرسي راح في حته. ازاي؟ زي ما بقول لك كده، ومفيش حد في الدنيا يعرف طريق الكراسي غير واحد بس، عاشور. وادي كشف اسماء الناس اللي اشتروا الكراسي وعناوينهم. اها. نص عبد الخلاق الحلاق، مدير شركه الازايز الفاضيه. عاشور. سمو الامير. عاشور. سمو الامير. عاشور. اسمه الأميرة. عاشور سيبني. عاشور سيبني. ما سموك سايبه اهو. عاشور اعملي معروف اسمه الأميرة. أنا خايف، أصل عصمت بيه راجل شراني شوي. عصمت بيه مين؟ عصمت بيه الإحضار جوز سموك. ده مش جوزي. هو أنتوا اتطلقتم؟ يا خبر، ده كان ابن حلال والله. لا يا شيخ انت زعلتيني، انا لازم اروح اقابله عشان اصالحكم على بعض. احنا متطلقين من زمان. متطلقين من زمان ده ايه؟ ده نطور امبارح كنت سامني على عسل. بيجري ورايا عشان كنز حضراتنا. اخس. عايز يلهطوا مني عاشور.
ايه العطو ده ايه؟ هي فتة؟ وانت ازاي تسكتيله؟ خايفة، ده عنده عصابة قتالين قتلة، لو فتنت عليهم هيخرطوني. يخرطوكي ده ايه؟ هو سموه البصلة. اعمل ايه يا عاشور؟ ما انا ست وحيدة في الدنيا دي، ماليش حد، مكسورة الجناح. يا ويلي الضعيف في الدنيا دي، يا ويلو يا ويلو يا ويلو. ما تعيطش يا عاشور، ما تعيطش. يا ماما قول امير. نعم. انت من النهارده مش هتقفي لوحدك، انا هقف معاكي لحد ما اجيب لك الكنز لحد عندك، ويا ويلي اللي يقف قصادي. وانت هتقدر عليهم يا عاشور. ربنا يستر. نبتدي نبتدي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اول كرسي محل فراشة المعلم فتوح عجوة. اهلا 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 يا مرحبا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا اهلا. مرحبا يا مدام. ان شاء الله بقى كده عايزين فرش قبها ولا كلشن؟ الف مبروك اولا. جيت الحق يا معلم، هو مش فرح. مش فرح. لا حول الله، كان راجل طيب والله، الف رحمه ونور تنزل عليه. جيت الحق برضه يا معلم، هو مش ميت. والطهور انت بقى. احنا اصلا عايزين كرسي. نعم. أصل أنا بصراحة عاملين حفلة كبيرة قوي وعازمين فيها نفر واحد. نفر واحد؟ طب وليه البعزة دي؟ على العموم المحل تحت أمركم، نقول عايزين. أنا شفت مرة كرسي حلو قوي أوبيسون ومرسوم عليه وردة. أيوة. شفتيه إمتى ده؟ ده أنا لسه شاريه. أهو ده وخلاص. يا خسارة. إيه خسارة إيه؟ لا أبداً، أصل من شوية حملته مع بقية الفرش اللي رايح الفرح. أنهي فرح؟ أنهي فرح اللي في العوامة؟ أنهي عوامة؟ العوامة. اتفضل يا بيه. صحتك. كامل يا كامل. نعم يا بابا. هي امك جابت شغاله جديده ولا ايه؟ معرفش، دي اول مره بشوفها. لازم من طرف العريس يا ابني. كامل يا كامل. ايوه بابا. المأذون اتاخر ليه يا ابني؟ انا كلمت التليفون وقال لي جاي حالا. طب ما تروح له. معرفش بيته، ما شفتوش قبل كده. والعمل هنفضل قاعدين كده؟ اهو جه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعال يا راجل، ايه اللي اخرك؟ والله يا ايه ده؟ بس فاضي يا ابني. بس فاضي يا ابني. يا ابني انا فاضي. انت نصيبي تاني. انا وسيدي حرام عليك من نصيبك. يا ابني يا ابني المكان يا ابني. خش يا ابني. سيدنا كل ان شاء الله. الشيخ. ايه نبتدي يا سيدنا الشيخ؟ ابتدوا انتوا بالكوش عربية. ازاي بقى؟ ده انت الخير والبركه. هاتوا كوبايه شربات يا كامل. والله ما حد جايبها الا انا. يحصلوها كامل. تعالى انت يا استاذ. يا استاذ يا استاذ. تعالى انت يا استاذ. تعالى انت يا استاذ. يا كامل يا استاذ. تعالى انت يا استاذ. يا كامل الشربات. ايوه الشربات. لا بعد ما تكتب الكتاب. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، باسم العروسة وزه بالهنا والشفا، اسم العريس عاشور. مش قاعد. اقعد. امال فين الدفتر اللي هتكتب فيه يا استاذ؟ اخ فكرتني، الدفتر. اسمه الاميرة. اسمه الاميرة. بتساعد كده ليه؟ ما تفضحناش. لقيت الكرسي؟ لسه. ولا انا؟ ندور كمان. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للرفاه والبنين. جيتنا فل ان شاء الله. ما تيجي بقى يا استاذ. الله الله. يا جدع حشمته هو. مش انا جاي. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ يا جدع مش كده؟ مش كده يا جدع؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا المأذون. المأذون؟
ايه؟ طب اكتب اكتب. بس مش لما الواحد يرتاح شوية مفيش حاجة الواحد يعني باللي بيقريقه الاول؟ لا مفيش نقطة شربات حدوها الا لما تكتب الكتاب، فاهم؟ الله، يبقى انا ماليش لازمة هنا بقى. ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ قصدي قصدك تقول فرصة سعيدة اللي تقابلنا سوا، مش كده؟ اوي اوي. انت بتتريق عليا؟ مفيش لزوم للحاجات دي يا استاذ. قوله دي كلها ارزاق يا استاذ، بطلوا بقى الحركات القرعة دي، عيب، ده احنا ولاد كار واحد. انتوا تعرفوا الاستاذ ده قبل كده؟ طبعا، لازم يكون مأذون المنطقة. انا مأذون المنطقة؟ امال انت مأذون انهي منطقة؟ المنطقة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ليلتنا زفت ان شاء الله. ما تصدقوهوش انه كاذب، انا مأذون المنطقة. اخص يا مزيف يا محتال. محتال؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبلت. انا اسف للتأخير. حكيمه لا يهرب. ما هذا؟ اتفضل بس اقعد الاول. لا يمكن، لا يمكن. كيف اطمئن الى نفسي وانا لا ادري ما الذي فعلتموه مع هذين الزميلين؟ اين فاهم؟ الكرسي، الكرسي. الراجل اللي اسمه شوقي عزيز ده باين عليه بيحب الفلوس جدا. حد شحطت روحه لحدش منكم عشان قرشين فارغين؟ تقول ايه بقى في حظنا يا احمد؟ محروس عموره تيجي نرجع؟ يوه، بعد الكرسي ما بقى في ايدينا عايز نرجع تاني؟ هو فين بس اللي في ايدينا ده؟ ياخدوا لها فرك الكعب ونبقى هناك. اصل الهوا جامد عليا قوي يا محروس يا اخويا. معلش حافل لك الشباك اهو، ها، والستاره كمان. معلم فتوح عجوه صاحب محل فراشه بومبا بومبا، صبحي 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 ولد وصبحي صاحب محل انتيكات بومبا بومبا. انا بتعبك معايا يا عاشور. انتي ما تقوليش كده اسمه الاميره، ده انا مستعده افديكي بحياتي وبروحي، وحشعر لاول مره ان حياتي بقى لها قيمه. عاشور، ده انت لو طلبت رقبتي يا سمو الاميره حقطم زماره رقبتي بايدي واقدمها لك وامشي من غير زماره. للدرجات يا عاشور؟ لو تعرفي يا سمو الاميره. بلا سمو اميره بلا نيله. وتعرفي ليه؟ انا فين وانت فين؟ خلينا في الشغل احسن. كرسي الدكتور امين صادق مدير مستشفى يسري جوهر. المستشفى بتاعتي تحت امرك يا كامل بيه طبعا، بس انت عارف ان ده مخالف للعرف الطبي. ايوه ايوه فاهم، بس ازاي اعمل عملية لواحد بدون علمه؟ المفروض انه راجل متعلم وعارف ان المصران الاغور ممكن ينفجر في اي وقت. إيه، في حد بيخاف دلوقتي من عملية المصران دي؟ من ابسط ما يمكن. ما تقولي حاجة. من فضلك، احنا حجزنا اوضة باسم حرم عاشور بيه حسني. ايوه يا فندم. اصل مدام هتولد. مفهوم يا فندم. حكم هي حامل. امال وشرفك في 9 اشهر. واضح يا فندم واضح. اوضه 34 تالت دور، اسانسير هناك. اشكرك. قول لي فين اوضه المدير؟ دكتور امين؟ ايوه في الدور الرابع. ربنا ينتهك بالسلامه، شفت اصلها حامل جدا. يلا يا اختي يلا. حاضر يا كامل بيه، انا على العموم عملت كل الترتيبات وخليتهم فتحوا اوضه العمليات فعلا. مع السلامه. عرفتوا بقى دلوقتي كل واحد فيكم هيعمل ايه؟ ايوه. معلش احنا مضطرين نخالف بعض القواعد الطبيه علشان مصلحه المريض نفسه، اصله بيخاف من العمليات. بس بسرعه بقى لحسن معانا دلوقتي. اتفضلوا. حاضر. انت دلوقتي تروحي على اوضتك وانا هدور على الكرسي في اوضه المدير. ادخل. دكتور امين؟ ايوه. يا صباح النور، يا صباح القشطه، اشرقت الانوار يا راجل.
ما عندكش فكرة أنا فرحت قد إيه لما شفتك. لا مؤاخذة سريح اقعد. إحنا كنا بنقول في إيه؟ مش عارف. مش عارف مش عارف ليه أول ما شفتك قلبي انفتح لك على طول. قلبي انفتح لك على طول. مع إني بيني وبينك أنا بكره الدكاترة عمى. بيفكروني بالمرض وريحة البنج ومنظر العمليات. أنا خاف موت من الحاجات دي. اهلا 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 وسهلا حمد لله على السلامة. لكن الغريب ان انا اول ما دخلت هنا حسيت اني في بيتي في اوضتي. الحمد لله. انت عارف طبعا الحالة اللي جاي علشانها. طبعا طبعا بس لازم اتأكد الاول. قول لي يا سيدي ايه بقى الاعراض اللي لاحظت انها بتصاحب الحالة دي؟ الام في البطن مثلا؟ تمام. الام فظيعة وانتفاخ. مظبوط مظبوط. انتفاخ كبير قد الفيل. الفيل؟ ابو زلومه. يا خبر. ايه اللي بتعمله ده؟ لا ولا حاجه. مش حاجه؟ اتفضل. يا سلام انت جيت في وقتك. اتفضل. كنت محتاج لها فعلا. اتفضل اتفضل استريح. هنا؟ ايوه. طيب. يا سلام البن ده ظريف قوي. ايوه اشرب. حل. محوج مش كده؟ ايوه طبعا. اشكرك. اشرب اشرب. ايه ده؟ انت حاطه كلوريا ايه؟ كلوريا طبي. اشرب. حاضر. اشرب اشرب. حاضر. اشرب اشرب اشرب. مين؟ خبيني على المعروف. انت مين؟ بعدين هقول لك. يا نهار اسود يا ست ما تودنيش في داهيه ده انا مراتي شرانيه. ازيك دلوقتي؟ زي الزفت. بعد عني. ليه؟ اسمك كده. الله هو انت في حد نايم جنبك؟ قلت لك اسمتي كده. يا نهار اسود. لا اسود يا اختي ولا ابيض ده اوبيسون. اوبيسون هو الاوبيسون ده يا الكرسي اللي بندور عليه. حامل كمان. راح فين؟ مش انا ولا من ايدي جت. انا ما عملتش حاجه. مش انا ولا من ايدي جت. نعم من فضلك دكتور امين موجود؟ مين عاوز؟ انا من طرف كامل بي. اتفضل في الدور الرابع. متشكر. جواهر كراسي. جواهر كراسي. اصلح كراسي. الفت. بيقول ايه ده؟ ده بيخاطرك يا دكتور. كراسي جواهر. لازم الحكاية. الله اعلم. انا مش فاهم. انا فين؟ انا كام؟ انا ليه؟ انا كرسي جواهر ألفت لاص جواهر. نعم افندم. انا اللي بعدني كامل بيه. بعتك مين؟ كامل بيه قال لي ان حضرتك عايزني في موضوع خاص. هو كامل بيه بعت لي اتنين؟ لا واحد بس. انا. انت. ساب شيبين يكون من النهارده الصبح. ها؟ اتنقل اسيوط. ليه؟ هنا القطع بس، انما هناك البأس نفسه صعب. ملوخه مالها؟ حد بقى القطع؟ مقومة القطع فيها 10 اسياد زياده. هي نفسه صعب على الفلوس. لا مش جاي مني. قول اعملي حته في اسيوط. قوم ابو فلوس. قوم ابو فلوس. قوم ابو فلوس؟ وراح قوم ابو فلوس. خد يا اخويا. قوم ابو فلوس. الدكتور امين صادق. بومبا بومبا. لوست عبد الخلاق الحلاق. بومبا بومبا. مدير شركة الأزايز الفاضية. بومبا بومبا. آه مالك؟ بومبا بطني. ما انت بتتعب نفسك قوي يا عاشور.
دول 50,000 جنيه يا سمو الأميرة. ده أنت لسه قايم من عملية. ولو إذا كنت أنا صاحبة الكنز وبقولك استريح. ماما يا سمو الأميرة عاشور. نعم عاشور أفندي. إذا خيروك ما بيني وما بين الكنز تختار إيه؟ أنتوا الاتنين طبعا. لا واحد بس. والله يا سمو الأميرة. سمو الأميرة سمو الأميرة ما تبطل سمو الأميرة دي بقى. الله أنا قلت حاجة لا سمح الله يا سمو الأميرة. فتح شوية اتنصح مرة افهم بقى. والله كل اللي افهمه ان احنا لازم ندور على الكرسي ده. انا حاسس ان الجواهر جواه. والكرسي ده فين؟ فرقة اوبرا كوميك الهادئة. لا 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 الهاتفة. قصدك الهادفة؟ لا الهاتفة عشان بتهتف كده اهو. الفنان رؤوف عبد الخالق عاشور عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي يا فندم. في حاجه كنت لازم تعرفها عني من زمان. انا مش زي ما انت فاهم. طبعا طبعا يا سمو الاميره. انا عايزاك تنسى خالص ان انا اميره. فاهم يا فندم. وصحيح مفيش امراء دلوقتي انما الاصل النبيل محدش يقدر ينكره. ياه طب 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 يا سمو الاميره طب 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 ما تزعليش. أحسن زعلك بيأثر فيه. الدرجة دي بتعزني يا عاشور؟ بعزك وبس. طب لو ما كنتش أميرة يا ريت. صحيح صحيح يا عاشور، يعني أبقى زي زيك كده من عامة الشعب وتركبي ترومات زينا. أيوة وتاكلي كشري وطعمية زينا. أيوة أيوة وتشربي مية دقة والحلوة حرنكش. ده أنت دم سموك يبقى أخف دم. إنما لو كانت ألفة طلاز خانم أفندي عندها الرغبة إنها تشرف عبد من عابدها بالتريقة عليه. أنا يا عاشور؟ يبقى سمو الأميرة ألفة طلاز خانم أفندي وصلت اللي هي عايزاه. أسمك بيه، إذا كان مش هنلاقي جواهر حضراتنا، حضرتنا نقطة مراقبة حضراتكم. ضروري هنلاقيها يا ألفت هانوم. أنت السبب في تأخير ده كله حمار. الفنان العظيم رؤوف عبد الخالق. اونتري. نعم اونتري مرامي سيكو مام فاتكم شيفو افندم. اونتري اونتري انا هخش في الموضوع على طول. نعم سيادتك كنت اشتريت كرسي اوبيسون من مزاد. الحمد لله. انا ايوه بس عندي حاجات احسن منه بكتير. تعال شوف. شوف دي مثلا. C'est une chaise, c'est une chaise très particulière qui peut servir à mille choses. J'ai travaillé avec ça. M'interrompez pas. Et ça peut atteindre des prix fous, n'importe quelle vente aux enchères. À Paris, à Londres, à Rome, partout. Dis à Jean, bébé. Pardon. Mohamed, écoute, où ils sont. T'as la chouffe. Rien à cabane, mais c'est Maasha. Non, pas du tout, ce n'est pas une Maasha. Mais c'est une œuvre d'art. C'est une peinture. Oui, c'est un visage de femme avec des petits rubans décoratifs. Magnifique, magnifique. Bah ça, c'est le soir. Et Kursi. Ou Chouf dit Kamel Masala. Kanaka. Non, ce n'est pas une Kanaka. Absolument pas. Comment une Kanaka, mon ami? Ça, c'est un petit bibelot extraordinaire qu'on peut mettre sur. Madame, elle a tout la mettre sur Kursi l'autre côté. Bzap. ولقيت جواه ايه؟ انت ما لحقتش. ليه؟ لحقت على عقل واحد وبدات الكرسي دي بدي. مين الواحد ده؟ عمرو لطفي المكواجي اللي تحت. النهارده الاثنين قافل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك واحد. حلوه تاني. قول لي والله الاستاذ شوقي عزيز مودور؟ لا سافر تاني. لا علشان
المكافأة بتاعت مقام الجدودة نفسها أكبر من مكافأة الفأس واللطع. وسام الفأس! أسوان! يا دندوخة! يا دندوخة! قول لي ولا بس بعطك عزوزة ولا إيه؟ في ناس مستنيينك من الصبح يا سعشور. مين دول؟ واحدة بتقول اسمها ألفة هانم لاص. لسه مش عارف ألفة لاص يا غبي؟ يعني لو كانت جراما مود دولة هانم سمعت الكلام وسابت البلد من النهاردة. مش كان زماننا دلوقتي مستريحين في أوروبا نتمتع بالجواهر دي؟ مفيش فايدة، طول عمرها متعبة ينفخية بسيل. سمو الأميرة، سمو الأميرة. لا مؤاخذة. أدون أنت عاشور؟ ايوه فن. سمو الأميرة ألفة لاص خانم أفندي. ها سمو الأميرة ألفة لاص خانم أفندي. ها ولا موعود بترقيه الاسداد كده يا ربي. تلغراف دي مش منك؟ اه الو باسبور. الله ده صحيح. كموس صحيح من اتشغل موس صحيح. مرحومة دولة هانم قالت سر منشان تبلغوا لحضراتنا فقط. طبعا طبعا دي امانة في رقبتي ولازم اساعدكم في الحصول عليها. دي وصية دولة هانم اخر كلمة قالتها لي قبل ما تموت الله يرحمها ويبشمش السلطة اللي تحت راسها. قالت لي ايد لوحدها ما تسقفش. ايد لوحدها ما تسقف با. بابا مانيفيك. انا هحكي لكم اللي حصل من طقطق لسلامه عليكم. صلوا على النبي. فوق التاكس فوق الحمار فوق القطر. ايه ده يا محروس يا ابني؟ هو انت غوش على اهل؟ نصيحتي اليك اركب الناس قبل ما يركبوك. وادي اللي حصل من طقطق لحد اوروفوار. يعني السر لحد دلوقتي محدش وصل له. بو بو مانيفيك. عاشور عاشور اهلا اشرقت الانوار. ده انت معاك ناس. استني مفيش حد غريب. راح فين؟ حضرتنا تريد ان تكلم حضرتكم على انفراد. والنبي ما تخلي البساط احمدي كده. ولد عاشور ولد كده مره واحده. بخصوص مكواجي مش لازم انتظر باكر، احسن اذهب اليوم لمنزل حضرته. لا يا شيخه. ولد حضرتنا اؤمر عاشور نفذ. وحياه امك. بقى حضراتكم اؤمر وخدام ابوك ينفذ. طز في حضراتكم. ولد فلاح فين احترامات؟ فين تجيلات امام زباين تلقيحات؟ والله فاتتني دي يا سمو الاميرة. ده انا معرفتكوش ببعض. حضرتها بقى تبقى سمو الاميرة. اميرة اهلا يا روحي. اهلا يا حبيبتي. اهلا. ما انا كمان اميرة. اسمها سمو الاميرة ألفة لاص خانم افندي. والنبي ما انا كمان اسمي ألفة لاص. تبقى مصرة بالحضن يا روحي. وسيادته الوجيه عصمة السلحدار. ها؟ عصمة السلحدار؟ ايه مش فاكراه؟ جوز سموك عاشور. انا انت نصابة ولازم اسلمك دلوقتي للبوليس. لا لا ده كان غصب عني والله. انا تستغفري المدة دي كلها يا بت؟ انت يا بت ده انا هخرب بيتك. لا يا عاشور اعمل معرض. سيلانس. انت مين؟ كمون تتبل؟ اسمك ايه؟ نبوية. نبوية ايه؟ نفخو. نفخو؟ اسمك نبوية نفخو؟ بقى من نبوية نفخو لألفة لاص خانم افندي حتة واحدة. ما انا من زمان عايزة اقولك بس انت اللي ما اديتنيش فرصة. شوفي بقى اما اقولك، اذا كنت عايزة تنفذي بجلدك تمشي دلوقتي حالا وما تورينيش وشك بعد كده ابدا. ليه بس يا عاشور؟ انا مش عايزة منك حاجة، انا عايزك انت. يلا يا بنت برا. امشي برا برا. بحبك يا عاشور. حبك انيبر. برا يا عاشور. عاشور لا مؤاخذة يا سمو الاميرة. لا مؤاخذة يا اسمه بيه. كان لازم سلمها للبوليس عشان يأمن شره. لا ما تخافيش يا سمو الأميرة. بوم خلونا في المهم. ايه الخطوة اللي هتعمله دلوقتي؟ هفضل ورا الكراسي لحد ما سلمكم الجواهر بالحتة. عفارم عليك عاشور عفارم.
دلوقتي عصمة تستنى معاك هنا وانا اروح اوتيل. ألفة لاص غانم افندي. ها روس رؤوف اللي عجبته الكنكه اللي زي دي وقال لي بدلني بالكرسي، رحت مناوله الكنكه واخد الكرسي. المهم دلوقتي الكرسي فين؟ اديته للاست احمد النجار عشان يصلحها او يشوف له بيع، ما هو ايده مكسوره بعيد عنك. ودكان الاست احمد ده فين؟ باب الشعريه حد الفك. فكه؟ اه شكرا. كان لازم حمار انت اذهب مع عاشور ده. ايه النو الشرقي؟ احنا لازم نكون بعيد عن الشبهه خالص. افرض هو اسرق جواهر عائله طلاز واجري اجري. ايه النو الشرقي؟ مش ممكن. ده جدع اهبل. الشرقي انا لازم امشي دلوقتي عشان معادي مع ماريو. ماريو وشري اتفقت معايا يهرب لنا الجواهر على اوروبا واحنا نستلمها منه في ايطاليا. يا ولاد الحرامية حضرتنا لازم نتصرف بسرعة، عاشور يمكن افتن علينا. نو شري مش هيلحق، هكون انا خلصت عليه. قول بقى شري. اهو عاشور ماشي على مهلك ليه؟ ما تلحقوا يا اخي. عاشور عاشور انت بتجري كده ليه؟ ما تجري اجري يا عاشور. اسمعني عاشور اجري اجري. عاشور انا بدور عليك من بدري. ابعدي عني يا بنت انت يا بنت. الاميره ناويه تقتلك يا حبيبي. وماله ولدك الساعة لما اموت بايدين اميرة بطلوا الحقد ده بقى. صدقني المرة دي بس. اصدقك انتي؟ بأمارة ايه؟ بحبك يا ده انت هتسمعني ورجلك فوق رقبتك. انا سمعتهم في اللوكاندا بوداني دول، دول هيقتلوك يا عاشور الكلب. كازمي ليو نو يا اسمك دي. دي عملية فيها خطر كبير وراح يشتغل فيها ناس كتير هنا وبرا. جروكات مسيو كازمي ليو دغني مو 15,000 بس علشاني؟ اكوتي شير مسيو، انيوتيل دو ديسكوتي، جني با لو تون. اتفقنا. والتسليم في ايطاليا؟ نو، جو بريفير ان سويس. سويسرا؟ زي ما انت عايز. والبرنسيس ألفت هتكون فين؟ برنسيس ألفت؟ برنسيس هتتفسح. آه. هتشم هوا في ايطاليا. فانتاستيك. عرفت هتعملي انا ابويا؟ ايوه كويس. هتحولي من الشارع اللي جاي شمال وتنقابل في اللوكاندا. حاضر ربنا معاك. يس يس. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. استاذ ده كان كورس متعب ماليش فيه وبايد واحدة كمان. ايد واحدة تعمل ايه؟ ما تسقفش. ده انا ما صدقت خلصت منه. ايد واحدة بقى ايه؟ ما تسقفش. اه مظبوط. ايد واحد ما يسقفش. الراجل ده قال ايه فين؟ اسمه ايه؟ مش عليه؟ الله معرفوش. ما هو لازم تعرفه. الله كان لابس جلابيه كده وقال له بيشتغل بواب. هو فين؟ الله في الكاندا. الكاندا دي ايه؟ الله ما قاليش. مالكش ليه؟ والله العظيم ده ما قال لي. روح انت عليه في الكاندار. طيب. الله اخويا الناس قرارها ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا مؤاخذة يا ابني مش قادر اقوم لك. لا معلش معلش معلش. اصل طالع لي طلوع كل ما اقوم واقعد بتعب. مش مهم مش مهم، المهم دلوقتي انا بدور على اب. بتقول عندك ايه؟ طلوع كل ما اقوم واقعد بتتعب. تمام. عم عبده. نعم؟ اه عم عبده برضه كل ما يقوم ويقعد يتعب. عبده مين؟ لوكاندة الراحة. الراحة 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 الراحة. وعاوز تبيعه ليه؟ ما بعرفش اتمدد عليه يا عم. مفيش ابرك من الدكة. وده حد يرضى يشتريه؟ ده بايد واحدة. بلاش سيبه. تاخد فيه 130 قرش؟ ده انا دافع فيه 2 جنيه. يا عم ده بيشخشخ من السوس المنخور جواه. تاخد 140. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. ايه؟ انت اللي بتقول السلام عليكم؟ انت اللي بنقول السلام عليكم. انت اللي بتقول ورحمه الله وبركاته. بس انت بتقول انت السلام عليكم وانا اللي بقول ورحمه الله وبركاته. انا اللي بقول ورحمه الله وبركاته. كلكم السلام عليكم. بخبطني يا اخي. ده انا بالله. انا عرفت انت اللي بقول السلام عليكم. انا اللي بقول ورحمه الله وبركاته. كلكم السلام عليكم. انت بتقول السلام عليكم. انت بتقول ورحمه الله وبركاته. بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه كده انت اللي نقول رحمة الله وبركاته، انا من نقول سلام عليكم، مش اللي نقول سلام عليكم ولا نقول رحمة الله وبركاته، اللي نقول رحمة الله وبركاته ولا نقول سلام عليكم. نعم. قول لي والله الأستاذ شوقي يا عزيز فين؟ عايزينه ليه؟ من غير ليه؟ ده اصله بيدوخنا وراه من جنا لاسيوط شبين الكوم لحد ما جابنا هنا اسوان. الاستاذ شوقي عزيز استقال امبارح من عمله في قسم مكافحه الجوده. استقال؟ عشان يهمك؟ ما اصل مكافحه الجراد فيها مكافاه كبيره قوي وبدل سفر وما هي كبيره. يا سلام. كله بالعمله الصعبه. جراد؟ وراس مالي جاب الجراد دي؟ ما خلاص سافر. سافر ايه؟ راح السعوديه. السعودية سافر؟ يسافر السعودية؟ يسافر السعودية ليه؟ وزاد يسيب يسافر السعودية؟ يا فندي كرسي. الله. الكرسي يا استاذ يا سيدنا يا فندي اعمل الكرسي. الله. العربية العربية. Yeah.